ويقول كتاب أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. يعني هذا مركز كتير كتير مهم. مكتوب عن يسوع جلس في يمين العظمة، لكن المسيح أجلسنا معه في السماويات. هذا يعني أن المسيحي المرئي هو مواطن سماوي، والناس عم بتشوف شخصية بتختلف تعكس صفات المسيح، مجد المسيح، طبيعة المسيح، شهادة المسيح، كلام المسيح بكلمات يعني مبسطة، أن تصبح مسيح على الأرض. المسيح طبعا أو الله الغير منظور بيكون مرئي من خلال صورتك، من خلال شهادتك، من خلال حياتك. فبولس بيتكلم مبارك الله الذي باركنا، يعني في بركة الله والطبيعة بتاعته والمصدر بتاعه والنهر، نهر الله هو نهر البركات، فنهر البركات لا ينقطع. وهذه البركات سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد كانت صلاة، يباركك الرب ويحرسك، يعطيك أو يمنحك سلاما، ليتك تباركني. لكن البركات السماوية هي بركات تشمل الخلاص، تشمل التجديد، تشمل التبني، تشمل الفداء، تشمل التقديس، تشمل التمجيد، وتشمل الحياة الأبدية التي تبتدئ من لحظة قبولك المسيح على الأرض. لأننا ولدنا لنكون في عائلة الله، ولدنا لنكون أغنياء، فالسماء نصيبنا وكل المصادر هي نصيب المؤمن إن آمنت بيسوع المسيح. أنا بصلي إنك تنهل من بنك الله ومن بركات الله حتى يعطيك البركة في كل نواحي حياتك. بصلي إن ربي يباركك ويبارك بيتك، يبارك زوجتك، زوجك، أولادك، يبارك ممتلكاتك، يبارك كل شيء في حياتك. بحب أسمع منك على فكرة، إذا بتحب تتواصل تواصل معنا ورح نكون معك. الرب يباركك.